السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة مها عبد العزيز البلوشي من مدرسة مباب للتعليم الثانوي في الفجيرة. مشروعنا يساعد مرضى الزهايمر على تذكيرهم على وقت الدواء، لأنهم هم ينسون أو يأخذون الدواء نفسه كذا مرة، مثلاً يأخذون الدواء مرتين في اليوم وهو مضر للصحة، أو يأخذونه وراء بعض فيسبب تشققات في المعدة أو يسبب جفاف في الكلى أو في القلب. في الساعة الفلانية يرن المنبه ويولع الليت على مثلاً اللون الأحمر للصباح، واللون الأزرق للوقت الظهيرة، واللون الأخضر حق المساء. الناس اللي دعموني هم أساتذتي وأمي وأبوي في البيت، كانوا دايماً يحفزوني على أني أبتكر شيء.